أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم الأستاذ زكي الشعلة في دورة القدرات تأسيس واحتراف. في الآن درسنا مع الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات. الآن التناسب العكسي، ما هو التناسب العكسي؟ التناسب العكسي أولادي يا بنات هو عبارة عن كميتين، إذا زادت الواحدة إيش يصير في الأخرى؟ تنقص. إذا تزيد كمية تنقص كمية ثانية. هنا كيف طريقة الإيجاد؟ هنا أروح أضرب أفقي، نضرب يا أولاد يا بنات أفقي، الضرب أفقي وليس له طبعا على شكل ضرب، وليس كروس، ليس مقص، نضرب أفقي. يلا ناخذ مثال. عادة دائما العمال يصير عندنا تناسب عكسي، أيضا كذلك السرعة والزمن تناسب عكسي. خلينا نأخذ هذه المسألة التالية. قال لنا في هذه المسألة يستطيع ثلاثة عمال، شفتوا الآن قلت لنا عمال، ثلاثة عمال إنجاز عمل ما في 12 يوم. إذن عندي أنا عمال، إذن أكتب هنا عمال، عندي ثلاثة عمال، أسوي عملية تناسب. في عمل ما كم يوم يخلصوا؟ في 12 يوم. جميل. بعدين كم يستغرق تسع عمال؟ أحط تسع عمال، إذن يستغرق كم عمل إنجاز العمل؟ أحط سي. هل هذا التناسب تناسب طردي أو تناسب عكسي؟ كيف نعرف يا حسين زكي تناسب طردي لو تناسب عكسي؟ كيف نعرف ان عندي ثلاثة عمال يخلصون عمل 12 ولكن زيدنا العمال؟ اذا زادت العمال ايش بصير في العمل؟ عدد الايام يقل او بيزيد؟ عدد الايام يقل، صح يا رنان؟ يقل. اذا قل يعني معناه تناسب عكسي. التناسب العكسي ايش اسوي يا زهراء؟ أروح أضرب أفقي، نضرب أفقي، نروح نضرب، نقول قيمة سين ماذا تساوي؟ أروح أضرب ثلاثة ضرب كم يا أولاد يا بنات؟ ضرب 12 وأقسم على كم؟ على 9. يلا في تبسيط يا مروة؟ في تبسيط يا زينب؟ في تبسيط يا صفي؟ يلا نبسط. أقسم على ثلاثة فيها واحد، على ثلاثة بعدين هنا فيها أربعة، واحد ضرب أربعة الجواب كم؟ أربعة. جميل. إذن صار عدد الأيام كم؟ صار يساوي أربعة أيام. واضح؟ جميل. يلا نروح ناخذ الحين مسألة اللي بعدها. يقول لنا في هذه المسألة قطع قطار مسافة بين مدينتين. قال لنا هذه المدينتين في 45 ساعة. وشوف انتبهوا الآن، انتبهوا يا أولاد يا بنات، هذه عطاني الآن قال لنا 45 ساعة يعني زمن. عندما كان سرعته كم؟ 100. عطاني سرعة. عادة الزمن والسرعة متناسبتان عكسيتان، يعني تناسب عكسي. كم يجب أن تكون سرعة القطار؟ هنا على طول أقدر أسوي تناسب عكسي، أقول 45 ساعة، هنا ساعة تقابل كم؟ 100 كيلو متر لكل ساعة. أن تكون سرعة القطار يعني يبغى سرعة القطار س، وهنا 30 إيش؟ ساعة. تمام. أبغى الآن الزمن إيش يساوي؟ أروح أضرب مين في مين؟ أفقي، أضرب 45 ضرب كم؟ ضرب كم يا أولاد يا بنات؟ ضرب 100. أقسم على كم؟ على 30. انبسط الآن، أشيل الصفر مع الصفر، أقسم على ثلاثة واحد،
أقسم على 3 15، 15 ضرب 10 كم الجواب يصير؟ 150. إذا الإجابة تكون فقرة مين؟ فقرة د. طبعا في واحد من الطلاب من الأذكياء، وأيضا كلكم أذكياء الحمد لله، وجاوبه يقول أنا أستاذ أقدر أحلها بدون ما أحل المسألة. كيف؟ قال أنا أفهمها كده، يقول إن هذه 45 ساعة في 100 كيلو، الآن قلت عدد الساعات إيش يصير في الكيالو؟ هذه السرعة إيش يصير إذا قلت عدد الساعات؟ إيش يصير في السرعة؟ إيش يصير في السرعة بصير؟ تزيد صح؟ السرعة تصير زيادة، إذا يعني أزيد من 100، أروح أجرب يا أولاد يا بنات، هل 30 أزيد من 100؟ لا. هل 50 أزيد من 100؟ لا. هل 100 أزيد من 100؟ لا. 150 أزيد من 100، فإذا تكون الإجابة فقرة د. شفت كيف يا سلام؟ شفت كيف يا هادي؟ شفت كيف يا نادر؟ جمانة، عرفتي كيف الطريقة؟ بدون ما حل المسألة. فلهذا ذكرت لكم يا أولاد يا بنات إن مسائل القدرات عندكم طريقتين، الطريقة الأولى الحل الرياضي، والطريقة الثانية الحل الذهني. أقدر بذهني أقدر أوجد الجواب. حلو؟ يلا حلو، يلا نبغى نسوي هذه الطريقة، الطريقة الفهلوية. يلا، يستطيع تلميذ أن يمضي 3 أيام خصص له 5 ساعات في اليوم، فكم ساعة يجب أن يخصص له لينجز في يومين؟ قلت عدد الأيام، وإيش المفروض يصير في عدد الساعات؟ إيش يصير في عدد الساعات يا أولاد يا بنات؟ إيش يصير؟ تزيد صح؟ تزيد. ولكن هنا هنا خيبنا السؤال، أعطاني كلهم في زيادة، أعطاني 6.5، أعطاني 7.5، أعطاني 8.5، بس طبعا ما عدا هذه الإجابة تكون خاطئة. هنا لازم أسوي التناسب العكسي، نروح نضرب 3 ضرب 5 كم الجواب يا أولاد؟ 3 ضرب 5 كم الجواب؟ 15، وأقسم على يومين، إذا كم الإجابة صارت؟ 7.5. بسيط بسيط يا أولاد يا بنات، بسيط. هذا التناسب العكسي، واضح يا زهرة؟ مروة واضح؟ التناسب العكسي أضرب أفقي وأقسم على العدد. حلو؟ جميل. يعطيكم العافية والصحة والسلامة، بارك الله فيكم، في أمان الله.